ولا يمكن الحديث عن هذه التظاهرة دون الحديث عن جمهور رياضي راق حضر وشجع وأمتع وأبدع وتميز تحت شعار الأبيض والأزرق باسم أولترا إركوليس. كتزيد تعرف ماشي بشي حاجه, كتزيد تعرف الخدمه ديالها بالتضحيه ديالها. الحمد لله هي شرف مدينه طنجه, الناس كاملين في مدينه طنجه رجعوا كيفتخروا كون عندها واحد الجمهور كيتسمى أولترا إركوليس اللي كيدافع عليها في جميع المحافل. جمهور طنجه, انا دوزت عده مراحل البطوله الوطنيه, عمري ما شفت جمهور بحال هذا. دوزت وانا صغير في فريق اتحاد طنجه فيما كنا مسافرين دائما مساندنا. جمهور طنجة يعني خصو النتائج, يعني الا كانت شي فرقه كتعمل نتائج راه موراه مالوغوزمون. دابا كره السله راه عاودوا يعني الدوزيام كنحضروا, ولكن ماشي في ديك الاعداد اللي كانوا شحال هادي. دابا الاهتمام كاين في كره الطائره, كره اليد دابا كاين, يعني تينا كتشوف بطوله افريقيا ضروري الجمهور غادي يحضر. يسمع مزيان الرسالة اللي كيوجه الجمهور كامل هي ان خصهم يعني يتهلاو في هذه الفرقة هذه ويزيدوا يدعموها. علاش؟ حيت الجمهور كاين ومقاومة ان تكون شي فرقة, راه كاين مقاومة في المدينة كاملة, مركبات كاينين, يعني المادة هي الدعم المادي ولا راه كل شيء متوفر في المدينة. كنحاولوا جاهدين اننا يكون عندنا واحد الفريق كيليق بالسمعه ديال الالترا اللي الجميع كيعرف شنو هي الالترا إركوليس, لا بالتضحيه ديالها لا بالدي ديبلاسمون ديالها ولا الحضور ديالها داخل ملعب طنجه. نقدر نقول لك بلي العدد ديالنا ما كيتقال شي, ولكن العدد الحمد لله محترم وكيوازي العدد ديال الجماهير اللي كتقول لها راسها هي احسن جماهير في المغرب.